انا مش ههرب واتجوز من وراكم زي ما بيحصل في افلام السينما. انا ببلغكم من دلوقتي اني هتجوز علاء بعد يومين، وهسافر اعيش معايا في المكان اللي هيشتغل فيه في مرسى مطروح. في مرسى مطروح دي يا بنت؟ في مرسى مطروح دي بتاعت ليلى مراد وحسين صدقي؟ طب ليه يا بنتي؟ ليه الشحطات اللي انت هتشحططيها لنفسك دي؟ جوزت ايه المنيله دي اللي انت بتبيعي الكل عشانها؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. بلاوي ايه اللي نازله ترف عليا دي؟ ما هم عمالين يحسدوني وينق عليا، والاعمال نازله ترف، الاعمال نازله ترف. اللي انت بتقوليه ده اعمال ايه بس؟ اعمال فوزيه وحميده وناظم. من يوم ما نجحت انت واخوكي وهم مش سايبيننا في حالنا، مولعين من جواهم نار. يا ماما انا اعرف علاء من قبل ما اتخرج واخد الليسانس، يعني شيلي من دماغك ان حبي لعلاء وجوازي منه نتيجة سحر وشعوذة فوزية. دي حياتي وانا اخترتها بارادتي. انت ايه؟ ما بتحبيناش؟ ايه يا شيخ؟ انت ايه؟ ابوك اللي مرمي جوه بحضرتك ده تبقي كده؟ كده اهو غمضة عين عشان حتة واحد لا من تبنى ولا من مقامنا. انتي عارفه انا بحب بابا قد ايه، وهفضل احبه مهما حصل، وبحبك انتي كمان قد ايه. بس بحب علاء، متاكده اني هكون سعيده معاه. انتوا تكرهوا لي اني اكون سعيده؟